اه تفضل. اه بنرحب بحضراتكم معانا في هذه الجلسة اللي أنا بتشرف بالوجود فيها. أولاً على المستوى الشخصي، هناك الكثير علي الاعتراف مما لا أعرفه عن الاقتصاد الإسلامي. أعرف القليل جداً عنه، وأعرف أنه في أكيد جزء من الحضور كبير ممكن يكون عنده تفاصيل أكثر مني، ولكن ده مجال مهم عرف نفسه للعالم كله. من الغريب انه مصر تبقى يعني تاتي فيه متاخرا قليلا، ولكن زي ما بيقولوا better late than never، افضل ان تاتي الان من الا تاتي، يعني ان تاتي متاخرا بدلا من ان تاتي على الاطلاق. معايا ضيوف الجلسه وهم الخبراء الاقدر مني كثيرا على اجابه اسئله حضراتكم، على معرفه اكبر كميه ممكنه من المعلومات، وده هيفيدني زي ما قلت لحضراتكم بشكل شخصي. الأسئلة اللي مطروحة هنحاول نجاوب عليها، هي في حدود 5 أسئلة تحديدا. ربما الأسئلة دي هتؤدي لنقاش أوسع وتجاوب على أسئلة أكتر في أذهان حضراتكم. لازم أرحب أولا بالمشاركين في هذه الجلسة. برحب بالدكتور أحمد النجار والدكتور محمد التاجي على جانبي، وعلى الجانب الآخر برحب بالأستاذ أحمد الصياد، الدكتور حسين حامد حسن طبعا، والدكتور وليد شاكر حجازي. في هنعتمد طريقة معينة، إذا يعني عشان تبقوا متابعين معانا، احنا هنتكلم في الموضوع بالترتيب، يعني عايزين نعرف أولا إيه هو الاقتصاد الإسلامي، التمويل الإسلامي له أكتر من نوع، في دول أوروبية بدأت تشتغل فيه بعد الأزمة المالية والاقتصادية الكبيرة اللي حصلت 2007، بعد كده هنوصل لغاية التشريع والجانب المالي في التعامل مع هذا النوع من النشاط. أنا عايز أبدأ أولا مع الدكتور محمد البلتاجي، نعرف فكرة عامة أولا عن هذا النشاط الاقتصادي. زي ما قلت لحضراتكم أنه تأخر كثيرا، بس طبعا بطلب من الضيوف والمشاركين معنا في هذا اللقاء أنه إحنا هنلتزم بحوالي من 4 لـ5 دقائق علشان نقدر ندي أكبر كمية ممكنة للحوار مع الموجودين في هذه الجلسة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية لو حبينا نتكلم على الفرق بسيط جدا بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي في الواقع العملي، ان دائما التمويل الإسلامي مستمد احكامه او الياته من فقه المعاملات الإسلامية، ودائما ان كل هذه العمليات التي تتم وفق احكام الشريعة الإسلامية هي تتم وفق ضوابط شرعية وعقود شرعية، بتتم وفق ضوابط محكمة من فقه المعاملات الإسلامية. دائما ما يكون التمويل الإسلامي على سلع وخدمات وليس على نقود. التمويل التقليدي طبعا كآلية موجودة ومقدمة في الاقتصاد الرأسمالي، بتعتمد أساسا على أن دائما مجال العقود هي نقود، النقد مقابل نقد مع زيادة مقابل الزمن، ولكن دي يمكن في اختلاف من ناحية الشرعية هي غير جائزة، ولكن يهمنا ان احنا نركز على جزئية مهمة يمكن قالها الشريف. لماذا اهتم العالم الغربي بالتمويل الإسلامي بعد الأزمة العالمية؟ هلخص الكلام ده كله في نقاط معينة. هي طبعا الأزمة بدأت في ظهرت في أغسطس 2008، لكن هي بدايتها أصلا من 2001 في أمريكا، 2001 بعد ما تولى جورج دبليو بوش الرئاسة الأمريكية وحصل مشكلة 11 سبتمبر. فكان احد اهتمامات بوش ان هو يقول ان عايز اعطي بيت منزل لكل مواطن في امريكا. فبعد 11 سبتمبر هو قال انا خايف على الاقتصاد، فبدا يقول انا ممكن ادي هذه العقارات باسعار فايده بسيطه جدا بحيث ان اشجع الاقتصاد، ولكن حطوا شرط في العقد الخاص بهذا التمويل ان يتم زياده سعر الفايده مع زياده
الانترست ريت مستقبلا. فالغرب لما درس الازمه العالميه كلها حدد هذه المشاكل في حوالي 6 أو 7 مشكلات اساسيه هي اهم المشكلات الخاصه بالازمه العالميه. اولهم هي فكره ان انا ممكن اغير سعر الفايده بعد ما تمت البيع. هذا الناحيه الشرعيه هذا غير جائز شرعا. ان انا بعنا بيه حاجه في المرابحه مثلا ما ينفعش ان انا اقول والله ايه ده السعر ارتفع ممكن اغير سعر البيع. فدي كانت احد الاسباب اللي هم قالوا عليها ودي من ناحيه شرعيه غير جائزه. الجزء الثاني من اسباب الازمه ايضا هي عمليه اعاده الجدوله. نعيد جدوله الدين بمنح دين جديد يسدد به الدين القديم مع اعاده الجدوله وزياده سعر الفايده على 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 الدين الاصلي مع ايجاد نفس العقار هو هو. فمن ناحيه شرعيه ايضا ان لا يجوز اصلا حاجه اسمها رهن المرتهن. ارهن حاجه ثم اعيد مره ثانيه اعطي عليها تمويل بنفس الايه الاصل دوت بتمويل جديد بفايده جديده. الجزء الثالث برضو اللي من احد اسباب الازمه العالميه هي الجزء الخاص ببيع الديون. ودي بالذات يمكن اهم نقطه لما ذكرها الى الاسباب اللي بقولها ديت هي تحليلات تمت في الخارج احنا بصينا عليها من ناحيه الشرعيه. فبيع الدين اصلا من ناحيه الشرعيه ان هذا غير جائز شرعا. احنا ممكن يكون دين الدين لا يزاد الدين ممكن ينقص ممكن الدين يعمل فيه تخفيض على الدين عشان اسدد مبكرا لكن ما ينفعش يكون الدين وازود عليه المديونيه بعاده الجدوله. فهذا الكلام من ناحيه شرعيه النقود حسب ما يقول الغرب النقود لا تلد نقودا. فدي احد الاسباب برضه من الازمه دي من ناحيه شرعيه غير جائزه. رقم 4 من الاسباب اللي طرحت برضه في الازمه العالميه هي فكره ان يصدر السندات بالمديونيات اللي قائمة اصلا هي اصلا لم تسدد. يصدر السندات ثم يقوم ببيع هذه السندات والسندات لما تباع حصل عليها تامين وتامين تقليدي. فلما حصل عدم السداد من قبل اللي مش قادرين على سداد اقساط الهون العقاريه حصل ان اول من افلس في الازمه العالميه هم شركات التامين التقليدي. انا بس عايز اسال حضرتك بس اخر جزئيه علشان الوقت عايز اسال حضرتك لانه اكيد في جزء ربما حتى وان كان قله من الناس اللي ممكن تبقاش فاهمه الحكايه. انا بسمع كلمه قرض وبسمع كلمه مرابحه. هناك من يعتقد ربما يكون مخطئا وعايز اعرف من حضرتك هو ايه الفرق لانه في نهايه الامر في وجهه نظر او في ناس بتتصور ان الحكايه كلها اختلاف مسميات انه اسم لا يتفق مع الثقافه او الشرع يتغير فيبقى مرابحه فده يديني ايحاء بانه جائز او مشرع. نتكلم عن فروق جوهريه حقيقيه في الواقع العملي يعني برضو يمكن نضيف مش يمكن لو بعدنا حتى عن الجزء الشرعي لو قلنا ان هناك فرق كبير جدا بين اعطاء نقود في القرض. النقود بتزداد مقابل الزمن فاصبح النهارده القرض هو عباره عن نقد مقابل نقد مع زياده في النقود مقابل النقود. في المرابحه لا هو العمليه ان انا بلبي احتياجات العميل من سلعه معينه او من خدمه ولكن هذه السلع بيتم البنك بيكون بشرائها. فهنا عندي حاجه اسمها ايه العقد على سلعه او على خدمه بتشترى ثم تتملك البنك بيتحمل فيها المخاطر ثم يعيد بيعها بعائد ربحيه اعلى من سعر الشراء ثم في هذا الامر بيؤدي الى ما يسمى بالريال ايكونوميك. الريال ايكونوميك معناه ان انا عايز بالظبط النهارده اعمل اقتصاد حقيقي اقتصاد ليس اقتصاد ديون. يعني يمكن معلش ارجع بس دقيقه واحده او نص دقيقه في اخر سبب سريع. سبب الازمه ان كان اهم سبب اكبر سبب للازمه العالميه هو البيع على الهامش الاوبشن المشتقات. البيع الهامش دوت كان حجمه في اغسطس سنه 2008 600 تريليون دولار حجم رصيده الديون بتاعه البيع الهامش في حين ان حجم الناتج القومي لدول العالم كله حوالي 60 تريليون. تخيلوا بقى مديونيه ب 600 تريليون في حين ان العالم كله بينتج 60 تريليون. والمحصله الازمه هذه الارصاد كلها تبخرت ما بقاش فيه فلوس لانها اصلا لم يكن هناك ريال يكون خش فيه حقيقي عباره عن ديون مقابل ديون. هل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده هو اللي خلق الاحتياج للتمويل الاسلامي او الاقتصاد الاسلامي؟ ده السؤال اللي عايز اجاوب عليه مع الدكتور نجار. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه ليه احنا بنقول تمويل اسلامي وليه دلوقتي في مصر؟ بدايه احنا بنتكلم على معدلات استثمار منخفضه جدا. بنتكلم معدل استثمار مستهدف السنه دي 16% متوسط معدل الاستثمار في خلال ال 20 سنه اللي فاتت كان حوالي 18%. معدلات الادخار ايضا منخفضه السنه دي 11% متوقع والمتوسط بتاعها 14%. احنا عشان نعمل معدل نمو 7% اللي هو المفروض المعدل المأمول عشان نستيعاب قوه العمل الجديده بالاضافه لاستيعاب جزء من قوه العمل العاطله خلال السنوات السابقه. فبالتالي لازم نرفع معدل الاستثمار ل 20% في ظل
وجود فجوه مدخرات دائمه، والاقتصاد المصري زي ما احنا عارفين هو مشكلته الاساسيه في تعبئه المدخرات. دائما عندنا ثقافه الادخار، ثقافه لا زالت لم تاخذ حظا وفيرا في مصر، ويمكن ثقافه الاستهلاك هي الشائعه، ويمكن حتى وان كانت هي شيء سلبي ولكن يمكن هي اللي ساندت مصر خلال السنتين اللي فاتوا والسنه اللي فاتت والسنه دي، يمكن هي اللي كانت تساهم بشكل رئيسي في احداث معدلات نمو اقتصادي ايجابيه برغم الازمه وبرغم احداث الثوره وما تبعها. فاحنا بنقول ان التمويل الاسلامي كادوات، بنتكلم على احنا كحزب قلنا في البرنامج سواء في الحزب او في برنامج الدكتور محمد مرسي اللي ترشح على اساسه، ان احنا عاوزين نزود حجم التمويل الاسلامي في مصر من 7% حاليا لحوالي 35% في خلال الاربع سنين اللي جاي. ده احب اطمن العاملين بقطاع التمويل بشكل عام ان ده احنا شايفين ان ده مش هيكون حتى على حساب التمويل التقليدي، ده على العكس، ده هو استهداف الزياده دي مش هتكون على حساب ان انا باخد. انا عايز اقطعك هنا، انت ليه محتاج تطمنهم؟ في يعني بعض الرسائل الامر هي معاملات فنيه. لا ما انا هقول لحضرتك تعمل نوع من التدريب وتغير. لا 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 انت تطمنهم يعني هم مهددين. هطمنهم ليه؟ في بعض الفزعات بدات تتقال ان احنا متجهين لاسلمه البنوك، متجهين للنظام الاسلامي، وهنعمل تحول كامل ومفاجئ في النظام المصرفي ونظام التمويل بشكل عام. الكلام ده غير صحيح. احنا بنقول ان حجم الكيكه ممكن تكبر، وبالتالي ممكن تكون لحساب التمويل الاسلامي ويظل التمويل التقليدي ويخلق نوع من المنافسه، والاكفى اقتصاديا واللي هيقبل عليه المستثمر هيكون افضل. استدلالا على ذلك، واحد، احنا عندنا اقتصاد غير رسمي بشكل حوالي 40 ل 50% اقتصاد موازي، فده في الارجح ما بيتعاملش مع البنوك. احنا عندنا 17% فقط من المصريين لديهم حسابات بنكيه، فعندي شريحه كبيره جدا 83% من المصريين لا يتعاملون مع البنوك. طبعا مش كلهم معاهم ارصده عاوزين يدخروها او عاوزين يستثمروها، ولكن بنقول ان في شريحه كبيره منهم يقف موضوع الربا او الموانع الشرعيه كعائق امام استثمار اموالهم في داخل البنوك. وده مهم جدا ان احنا نعبي مدخرات عشان يعاد استثمارها عشان اعمل معدلات نمو اقتصادي. عايز اسمع الدكتور احمد السيد في الاخر، لان الدكتور هيبقى مهتم بالنظام الضرائبي اللي هو بعد ما كلنا سواء مؤسسات او شركات او افراد نخلص هذه التعاملات، هنا يتدخل الدكتور فيما يتعلق بالضرائب. لكن عايز اسال الدكتور حسين. دكتور حسين، اتكلمنا عن احتياج السوق، اتكلمنا ليه ظهر هذا النوع من النشاط الاقتصادي والمعامله الماليه. عايز اسال حضرتك عن مساله دخول الشريعه على الخط. اولا، ازاي هتدخل الشريعه في هذا التعامل، وازاي هتبقى مرتبطه بمساله القوانين اللي المفترض انها توضع للتعامل مع هذه الخدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشريعه لديها نظام اقتصادي ونظام تمويل كامل ومستقل تماما. المنهج التمويل التقليدي قائم على اساس سعر الفايده، ولاحظنا ان سعر الفايده اذا ارتفع سبب ازمات ماليه عالميه، ان بترتفع الكوست اوف فاينانسنج، تكلفه التمويل بتزيد، يحصل ركود. واذا انخفض كما حدث في الازمه الماليه اللي بدات في الربع الاخير من 2007، وعندما انخفض سعر الفايده وأسرعت البنوك في التمويل، فحصل أزمة مالية عالمية ونقص في السيولة، وضخت من تريليونات في السوق. لم تفلح هذه. إذن التمويل القائم على سعر الفايدة إذا ارتفع سعر الفايدة سبب أزمة مالية عالمية كما حدث في السنوات، وإذا انخفض سبب أزمة مالية عالمية. والتدخل ممنوع لأنه اقتصاد حر، اقتصاد سوق. وإحنا تعلمنا وإحنا في الجامعة إنه هذا النظام الحر، الاقتصاد الحر، إذا فشل، يعني if it fails don't worry don't move a finger، هو زي الجن زي العفريت هيصلح نفسه لنفسه. وهو سقط من 2007 ومحدش استطاع يقيمه، والنتيجة إفلاس
قارات وليس إفلات شركات. وفي أمريكا وحدها في نهاية 2010 1680 مؤسسة مالية إسلامية مالية بنوك وشركات وشركات تأمين أفلست. إذن هذا النظام لا يصلح، وجاءت الشريعة بنظام مستقل لا يقوم على سعر الفائدة. ونظام إذا طبق فإن جميع الأدواء الأمراض التي عرفها الاقتصاديون سواء في النظام الاشتراكي أو النظام الرأسمالي لا يتصور عقلا أن تحدث. أنت بتمول بحصة من العائد، يعني أنت تمول مشروع بحصة من العائد سواء كان تمويل مباشر من أحد البنوك الإسلامية أو بأداة من الأدوات المالية الإسلامية اللي احنا بنسميها الصكوك عشان فقط نفرق بينها وبين السند. السند بيمثل دين بفائدة في ذمة مصدر السند لحامل السند. الصك أو الأداة المالية الإسلامية هي تمثل حقوق ملكية. فالأمر الغريب في هذا أن الممول حملة الصكوك مثلا أو البنك الممول في التمويل المباشر أو السنديكيشن، هذا الممول له حقوق ملكية في المشروع ويأخذ حصة من الربح متفق عليها بعد دراسة جدوى. في دراسة الجدوى بتدي أرباح متوقعة، فبيدخل التمويل يعني إما نصدر صك لمشروع يمول مثلا بمليار جنيه وإما تمويل مباشر. هذه حصيلة إصدار الصكوك بعطيها للحكومة، الحكومة بتدير المشروع مدير للمشروع، ونتفق أن حملة الصكوك نوزع عليهم 10% 20% من الربح الذي أظهرته دراسة الجدوى. أما باقي الربح فيعطى للحكومة بصفتها مديرا للمشروع. لكن عادة في مشاريع مولت بما يزيد على 100 مليار دولار في السنوات الأربعة الأخيرة الحكومة بتستخدم حصتها في الربح وليكن 80% 60% في شراء المشروع من حملة الصكوك على دفعات في نهاية مدة التمويل ولتكن 5 سنوات أو 7 سنوات. المشروع يعود ملكا للحكومة، ومصر لا يصلح لها لا القرض ولا يصلح حتى لأس المال الأجنبي بالتمويل مباشر، لأن أنت في التمويل الإسلامي يأتي حملة الصكوك يمولون المشروع على مخاطرهم بأموالهم ولا يأخذون منك إلا حصة من عائد وأرباح المشروع، وأنت تشتري المشروع بحصتك من الربح تعمل الريديمشن الإطفاء الجزئي. فنهاية المشروع المستثمر حملة الصكوك مع السلامة خذوا رأس المال وخذوا الأرباح. ولاحظ ان انت بهذا لا يتصور تضخم. ليه؟ لاني لا امول مشروعا الا اذا كان في دراسة جدوى تقول التكلفة المشروع 100 لازم ينتج سلع او خدمات 100 زائد. ليه؟ لان انا هاخد مقابل فقط من الربح. حضرتك بتتكلم انه الادوار محددة جدا وكل شيء محدد من البداية وشديد الوضوح، وهو شيء صعب تخيله في اقتصاد متغير. يعني العالم كله بيبقى فيه تغيرات كثيرة جدا ممكن ما نبقاش قادرين على توقعها. لأي درجة النظام اللي حضرتك بتكلم عنه ده نظام أيضا يحتفظ بمرونة؟ ولذلك أنا أريد أن أقول لك نحن لا نتكلم كلام نظري. يعني أنا شاركت في إصدار 110 مليار دولار مشاريع بعضها مولت ب20.5 مليار دولار سكوك جنيه استرليني،
وهذه المشاريع تمت أمام أعيننا وصارت مملوكة للدولة. يعني أنت إذا كان عندك يعني opportunities فرص استثمار وما عندكش أموال، واحد يقول لك أنا أقيم لك المشروع، اديني دراسة جدوى وخليني أنا أعمل دراسة الجدوى وأنا أقيم المشروع وأنا العائد والربح هاخد منه نسبة نتفق عليها، ونسبتك أنت في المشروع اشتري بها المشروع في بالتدريج في مدة المشروع. اللي بيحصل إيه؟ إن أنت ما عندكش مشاريع، عندك فرص وما عندكش مشاريع، كما يقال كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ما أنت ما عندكش حاجة. واحد بيقول لك طيب أنا أجي أضيف لك 100 مليار في أصولك، إزاي؟ هبني لك مشاريع فرص استثمار أنت عاجز عن استثمارها، هبنيها لك بفلوسي وعلى مخاطري، وبعدين بعد 5 سنين هتصير مملوك لك. ولذلك أنا ضربت مثل لي يعني جمهورية صغيرة اسمها ساو تومي أند برينسيب، دي في غرب إفريقيا، كانت مستعمرة برتغالية، رئيسها والبلد كاثوليك 85%، أرسل إلينا قال إحنا عاوزين نغير نظامنا القانوني إلى نظام إسلامي عشان ندخل التمويل الإسلامي وتنشئولنا أول بنك إسلامي اسم برك غرب إفريقيا. ليه؟ قال أنا عندي مشاريع، أخبروني إن التمويل الإسلامي والصكوك يأتي من يمول هذه المشاريع على مسؤوليته ويأخذ حصة من العائد. كويس ان حضرتك وصلت للنقطة دي علشان برضو يعني نقدر نشارك فيها. عايز اسأل الدكتور على مسألة التحول التشريعي، هل احنا عندنا تشريعات جاهزة بالفعل واضحة ومحددة علشان نقدر نتعامل مع هذا النشاط، ولا محتاجين تعديل كامل؟ لا الحقيقة طبعا ما عندناش لسه المناخ التشريعي الملائم. قبل كده طبعا زي ما حضرتك عارف كان في اتجاه في السياسة المصرية ضد يعني دعم فكر التمويل الإسلامي، وكان ليه أسباب سياسية وأسباب أخرى، فطبعا ما كانش عندنا الفرصة دي، وده شيء غريب الحقيقة رغم أن مصر هي كانت مهد صناعة التمويل الإسلامي اللي نعرفها النهاردة واللي اجتمع نتكلم عليها منذ منتصف الستينات. أول بنك إسلامي أنشئ في مصر وحتى لم يحمل اسم إسلامي، ودي أجمل شيء فيه، يعني أجمل شيء فيه كان اسمه بنوك الادخار المحلية بميت غمر، حقق أشياء كثيرة جداً البنك ده، إحنا بنأمل ونصب إليها على إنها يحملها إلينا التمويل الإسلامي عندما يطبق مرة أخرى أو يرجع إلى زي ما بنقول إيه بضاعتنا ردت إلينا. يعني إحنا الكوادر بتاعتنا هي اللي أقامت، أنا بأشرف طبعاً أنا قاعد جنب أحد هذه الكوادر العملاقة في مجال التمويل الإسلامي في مصر، الدكتور بلتاجي، الدكتور نجار وغيرهم الكثيرين، هم اللي أنشأوا صناعة التمويل الإسلامي في بلاد المجاورة، ولكن مصر تأخرت زي ما حضرتك قلت، ولعل وعسى إنه التأخير ده أو التأخر دون إدانا فرصة إن شاء الله أننا ما نضيعهاش، إن إحنا نبني الأساس التشريعي الأول. وعلى فكرة يعني أغلب هذه الدول اللي نجحت النهاردة في صناعة التمويل الإسلامي وأصبحت من الدول الرائدة ما بدأتش زي ما احنا النهاردة عندنا فرصة نبدأ، ما بالعكس بدأوا بالعمل والبراكتس وإنشاء البنوك وبعدين عملوا التعديلات التشريعية. احنا كنت لسه هسألك السؤال بالضبط، احنا عندنا فرصة بقى هتبدأ بالتشريع الأول قبل ما تطلب هذا الاستثمار وتمارسه. احنا عندنا قانونين مهمين جدا يجب وجودهم كحد أدنى في مجال البنوك، تعديل خاص بإضافة باب للبنوك الإسلامية في قانون البنك المركزي، ده يعني فيما يخص البنوك، وفيما يخص سوق المال قانون خاص بالسكوك أو الأوراق المالية الإسلامية المعروفة باسم السكوك. لازم هذا التعديل التشريعي أو الإضافة لازم توجد بشكل سريع بدون ما ننتظر البرلمان الجديد، بدون حتى لان ما فيهاش ما بنتكلمش على حاجه فيها خلافات. الدول زي ما قال الدكتور حسين نجحت في هذا، احنا ممكن يعني ناخذ ما يفيدنا من التجارب الدول الاخرى، ودي بقى اهم نقطه، ولكن لا
يعني ناخد منهم المشاكل او المسائل اللي حصل فيها خلافات وفي تحسين وفي تطوير افضل ممكن نستفيد منه. بس حضرتك اتكلمت على حد ادنى من ان احنا محتاجين قانونين، محتاجين مشروعين نتعامل معهم في القوانين بعيدا لغايه لما نوصل لده. الدكتور احمد، حضرتك كمراجع ضريبي ومتخصص ضريبي، ازاي تتعامل مع هذه المشروعات وانت ما عندكش سند او قواعد معينه للتعامل معها زي المشروعات المعتاده او المشروعات التقليديه؟ هو انا اولا مش دكتور، فانا بس يعني انا بتهيألي زي ما دكتور وليد ودكتور حسين قالوا، هل النظام الضريبي في مصر النهارده يقدر يغطي التعاملات اللي مموله بالتمويل الاسلامي؟ الاجابه طبعا لا، لان النظام الضريبي المصري النهارده لو بصينا عليه مش هنلاقي اي ريفرنس او اي ارتكل بتتكلم على المعامله الضريبيه للتعاملات المموله عن طريق التمويل الاسلامي. فدي مشكله كبيره جدا. انا كتاكس ادفايزر النهارده عندي مشكله كبيره جدا ان انا ادي ادفايس على تعاملات بالتمويل الاسلامي لان انا ما عنديش ريفرنس في القانون بيغطي هذه التعاملات. طيب انا عندي نقطتين اساسيين، احنا بنعمل ايه دلوقتي وايه الريكومنديشن اللي احنا طالبينها كتاكس ادفايزرز من الحكومه ان هي تعملها عشان تغطي هذه التعاملات؟ احنا حاليا بنعمل ايه؟ احنا بنحاول اول حاجه نفهم هذا التعامل، نفهمه يعني ايه، نفهم طبيعته، نفهم طبيعه الايراد، نفهم طبيعه التكلفه علشان احاول اطبق القوانين اللي عندي على هذه التعاملات. انا هدي لحضراتكم مثالين. المثال الاولاني لو احنا بنتكلم مثلا على تعامل زي المضاربه. المضاربه هو نوع ما يسمى الكابيتال فينتشر، يعني ايه؟ يعني واحد او جهه لديها مال يسمى رب المال، وجهه اخرى لديها الخبره، لديها الاكسبرتيز في هذه المهنه بيسمى المدير او المضارب. طيب لو انا عايز اقول المضاربه ديت ازاي تتعامل ضريبيا، لازم افهم الراجل المضارب دوت ايه الانكم اللي بياخده من هذه التعاملات. هل هو بياخد مانجمنت فيز على الاكسبرتيز اللي هو بيديها، ولا هو عنده بروفيت شيرينج في هذا التعامل عشان اقدر اقول ان هذا الايراد يخضع للضريبه بالصوره الفلانيه. طب ورب العمل الايراد اللي جاي له دوت هل يعتبر ريتيرن على الكابيتال، هل هو ديفيدنس علشان اقدر اتعامل مع التعامل الضريبيه؟ النقطه الثانيه في وفي دي مشكله كبيره جدا زي ما دكتور حسين بيتكلم على موضوع السكوك. لو احنا ادينا مثال زي ايجاره سكوك او ما يسمى سكوك الايجاره، في مشكله ضريبيه مهمه جدا خاصه بالارباح الراسماليه او ما يسمى الكابيتال جين تاكس على التعاملات. لو انا بتكلم على ايجاره خاصه باكزيستنج اسيت، يعني عندي اسيت معينه عايز اعمل لها سيل ان ليسينج باك، فانا النهارده بيجي لي كابيتال جين. طيب السؤال، هل الكابيتال جين ده بيتعامل ضريبيا او يخضع للضريبيه اب ان فرونت يعني دلوقتي حالا، ولا اقدر اعمل له امورتايزيشن على الفتره بتاع عقد الايجار؟ انا شخصيا اسمع ويمكن دكتور حسين ياكد لي ان بعض الدول الاخرى، وانا فاهم يمكن ماليزيا يمكن يو كي، ابتدوا يفكروا ان والله الربح الراسمالي ده مش ناتج من هدف الاتجار، لكن الربح الراسمالي ده ناتج من ان انا عندي الهدف الاخير هو الايجار، لان انا النهارده عايز امول المشروع بتاعي. اخر نقطه عندي، طب الريكومنديشن، طب ايه المطلوب النهارده؟ لو الحكومه والاشخاص المتخصصين شايفين ان في فعلا ريل ديماند على التمويل الاسلامي، قطعا النظام الضريبي لازم يبقى اتاجد باللي بيحصل، وبالتالي لازم يكون عنده باب خاص للتعاملات الخاصه بالتمويل الاسلامي، في ديفينيشن للتعاملات لان الديفينيشن مهم جدا، و ازاي نتعامل ضريبيا في حاله هذه التعاملات. طيب احنا نبدا النقاش من خلال اسئله، بس في حد الاول والمايك هيجي لحضرتك. بس لو خليني اعلق على دي مهم جدا على عقبال ما المايك يوصل. النظام الضريبي فضل. كلمه واحده فقط، اللي انا عملت قانون
للبنوك الإسلامية والأدوات المالية الإسلامية لكازاخستان. وفي نص في هذا القانون ذكرنا تعامل البنوك الإسلامية والأدوات المالية الإسلامية المستثمرين المستثمرون في البنوك الإسلامية معاملة ضريبيا معاملة البنوك التقليدية. بمعنى إيه؟ البنك التقليدي بيمول، البنك الإسلامي بيمول، أنا عندي طريقة معينة بشتري أصل بناء على طلب المتعامل كطائرة وبأجرها، أجر هذا الأصل للعميل، وفي نهاية الإجارة بتنتقل ملكية الأصل إلى العميل. فبالقطع لو إحنا مشينا وفقا لقانون الضرائب القائم في كازاخستان هدفع رسوم مرتين عندما يشتري البنك الأصل ليكون مالكا، لأن المؤجر يجب أن يكون مالكا، ثم عندما تنتقل الملكية في نهاية مدة الإجارة إلى المتعامل لابد أن يدفع رسوم تسجيل مرة أخرى أو رسوم عقارية. هذا طبعا عدم تكافئ فرص لا يجوز، يعني حتى خلاف المساواة في الحقوق. لماذا؟ لأن إذا أنت خدت مصروف يعني تسجيل مرتين إذا تحمله البنك ما فيش بنك إسلامي ينافس بنك تقليدي، وإذا أعطيتها للعميل عمرك ما تشوف وشه. وبالتالي كانت المعالجة سهلة ومبسطة، واتفقنا مع إخواننا بتوع الضرائب إنه يعامل البنك الإسلامي ضريبيا بصفته ممولا معاملة البنك العادي، والبنك العادي في قوانين الضرائب كله معروف كيف يعامل. هنبدأ نسمع الملاحظات أو الأسئلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أسامة أنا مش متأكد إذا كان المايك ألو شغال ولا لا. ألو هو محتاج هزة شوية. طيب أنا سعيد جدا بالنقاش ده، إن النقاش ده إحنا اتناقشناه في الشغل. أنا مصرفي بقالي 20 سنة اشتغلت إسلامي في صفقة كبيرة مع سيتي بانك سنة 95، ومن ساعتها أنا مش قادر أعرف يعني إيه تمويل إسلامي رغم إن أنا متخصص. اللي أنا شايفه هو باكجينج، في زبون طيب عاجبه إن يحط فلوسه في حاجة نسميها إسلامي، فنعمل له برودكت، وإحنا إنفستمنت بانكرز خبراء إن إحنا نعمل للزبون الستراكشر اللي هو عاوزه نسميه إسلامي. البرودكت العظيم اللي شرحه الدكتور حسين هو ليزي وسيل ليز باك. السؤال دايما اللي بطرحه، الراجل اللي بيروح يحط فلوسه معرفش بنسميها وديعة ولا بنسميها ايه بنك إسلامي، ليه فايدته او العائد بتاعه بيبقى زي فايدة البنك اللي مش إسلامي؟ وهل عمر حد ممكن يخسر فلوس ولا لا؟ وعجبني جدا الدكتور حسين ربط قال انا بدل ما باخد عائد على الوقت باخد نسبة متفق عليها من الربح. طب ليه مش النسبة دي قد نسبة الفلوس؟ وبذلك انت لغيت تمويل ودخلت اكويتي بس بلغة الفلوس بتاعتنا. الحاجة الثالثة والأخيرة من فضلك والأخيرة، احنا قاعدين نبني كل ده بناء على ان الربا حرام، ما كلفناش نفسنا نعرف الربا. الربا مش هو الفايدة، لغاية دلوقتي مفيش حاجة بتقول ان الربا هو الفايدة. الربا اسمه يجري والفايدة اسمها انترست، في بند استغلال في الربا وعدم اتفاق، ده مش موجود في الفايدة. وانا مش هفتي في الدين، لكن انا كل ده مستند على مجمع البحوث الإسلامية بفتوى سنة 65، لكن نتجاهل الفتوى التي أصدرها مفتي مصر سنة 95 إن فايدة البنوك مش حرام، وبالتالي كل البنوك اللي هنا إسلامية. طيب إحنا هندخل دلوقتي في قضية تعريفات كبيرة، بس أنا عارف إن الدكتور حسين ممكن يجاوب على تساؤلات حضرتك وبعدين هسمع حضرتك. تفضل يا دكتور. في الآخر المسألة مسألة
الباكجينج دي ربما النقطه الاهم، لانه مساله الباكجينج دي كمان هتبقى مرتبطه بالتعريفات. عايز اسال هنجاوب سؤال اتفضل يا يعني لعل الزميل الفاضل يقصد اني في التطبيق تحت التجاوزات، وهذا واقع في كل شيء في هذه الدنيا. والصناعة المالية حديثة، التمويل التقليدي عمره أكثر من 460 سنة، وخدم خدمة كبيرة جدا، جامعات ورسائل وبازل وان واثنين وثلاثة، والدنيا كلها بتتكلم على تمويل قائم على سعر الفائدة، مع أنه قائم على منتج واحد فقط، وان أسد، وهو القرض بفائدة. تسميه قرض، تسميه أوفر درافت، تسميه فاينانسينج، أي شيء. البنك يأخذ بفائدة ودائع، ولا يؤذن له في استثمارها أو البيع ولا الشراء ولا التجارة، بل فقط يقرضها برضو بسعر فائدة أعلى. والفرق بين الفوائد الدائنة والمدينة هي الإيراد اللي يدفع منه لكاتبه وشاهديه، والباقي هو اللي يوزع على المساهمين. الشريعة الإسلامية عندها unlimited products، يعني عندها مضاربة ومرابحة ومشاركة ومزارع وما لا ينتهي، يعني يمكن أن يكون عندي منتجات لا حصر لها 100-200 ألف تناسب كل الناس. لكن لعلك لم تسمع في كلمتي القصيرة كلمة حلال أو حرام، أنا ما اتكلمتش، أنا بقول التمويل الإسلامي معجز، حتى بصرف النظر يعني لماذا حرمه الله، معجز. ليه؟ تمويل فيه تخصيص للموارد، رشيد للموارد. أنا مش همول إلا مشاريع ذات جدوى عالية، يعني مخاطرها محسوبة قليلة وأرباحها وعوائدها طيبة، ففي تخصيص للموارد المحدودة، ما فيش تضخم بالقطع، لأن أنا مش همول إلا مشروع ينتج أكتر من التكلفة، ما يتشكلش عبء على الدولة عشان يؤثر في التصنيف الائتماني للدولة، لأنه مش ديون، ده أنا بنشئ مشروع وأنا باخد حصة من ربحه وانت بتشتريه مني، انت لست مدينا. يعني التمويل الاسلامي equity based financing، ما فيش ابدا قرض ولا شغل الزمة. انا لو ذهبت اعدد لكم محاسن التمويل الاسلامي لعرفتم فعلا انه هذا تمويل يتلاشى جميع الامراض التي يعرفها الاقتصاد. خدنا ايه؟ احنا كنا نسمع زمان ان الحاج احمد فلس تاجر، دولة فلست، ما كناش نسمع ان قارات تفلس، وان قارات ديونها تصل الى 90 يعني اوروبا، يعني اسبانيا والبرتغال واليونان وايطاليا لاحقت بهم، بعضها ديونها 135% من دخلها. انا حضرتك مره ثانيه بتشير انه نظام بديل تماما، وده يرجعنا انا اقول هذا نظام كامل ولا يترتب كل ما تعانيه. يعني مثلا البنوك، انت مولت او المستثمرين مولوا مشروع، ما عطوش قرض لواحد دين في ذمته، عشان اذا خربت ذمته باري بصوا راحوا في داهيه. طيب. لا ده هم عايزين المشروع مملوك لهم اكثر من تعليق حتى يعود. تعليقات سريعه معلش، ثانيه واحده سؤال بس. اتفضل. الو معلش تزمين جدا بالوقت، حاضر اجابه ثانيه عندها تعليق. اتفضل صغير. دلوقتي الاقتصاد الإسلامي حسب فهمي لي المتواضع، وأنا مش خبير في الموضوع، هو مبني على نيجاتيف تاكسيشن. لو أنت حجزت الفلوس ما شغلتهاش الحول تدفع 2.5%، فماني إز فور فري، ده الكونسبت الرئيسي بتاع الاقتصاد الإسلامي حسب فهمي المتواضع لي وأنا مش خبير. أوكي، ماني هاز نو فاليو، there is no value of time، value of time مرتبط بالقصة الربوية. اوكي، فالنهارده اول سؤال بس، طبعا الكلام ده عايز سؤال سريعا، الكلام ده is perfect، لان اليابان قامت وسر النهضة الصناعية في اليابان ان كان عندهم اوعية ذخيرية بيسلفوها لونج تيرم 1-2%، ودي سر قوه الاقتصاد الياباني وقوه النهضة الياباني. بس السؤال بقى الاولاني، ثلاث اسئله، ايه الانسنتيف بتاع الناس انها تحط فلوس؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، ازاي
يعني احنا عندنا انسنتف، احنا ممكن نكون ناس مؤمنين ومسلمين واحنا فاهمين الكونسبت بتاع الايه ان احنا لازم ندور المال والنيجاتيف تاكسيشن وندفع الزكاه، عندنا دافع لان احنا بندفع الزكاه لو بره. ايه 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 الحافز علشان يتم وضع الحافز الاولاني؟ طيب رقم 2 والحاجه الثانيه ازاي السيستم ده يتبني وازاي يتواجد ان كو اكزيست مع السيستم النهارده اللي هو مبني على الجريد دريفن، العالم بيشتكي منه بس السيستم قائم زي ما حضرتك قلت بقاله 40 سنه. السؤال الثالث عايزين نفهم ايه وجهه النظر في موضوع الدينار الاسلامي. طيب انا بعد كده بس اسمحوا لي انه يبقى سؤال واحد لانه في اكتر من تعليق، هسمع تعليق حضرتك الاول. طيب. وبعدين هاخد الاستاذ عايز يمكن هجاوب على السؤال الاخ الاولاني بس وارجع ان شاء الله اسئله عن الجزئيه ديت. هو بيقول ليه ان دايما العائد بتاعه ودائع البنوك الاسلاميه زي العائد او الفائده على الوديعه التقليديه؟ الاول في بدايه عمل البنوك الاسلاميه كانت الارباح الفعليه، يعني كنا بنشتغل 30 سنه فيها كنا بنحسب الارباح حسب ما يتم احتسابها بتوزع على العمله، فكانت نسبه العائد اللي بتوزع على العمله اكتر بكتير جدا من البنوك التقليديه. البنوك المركزيه بقى لما لقت بعض الودائع اتجهت للبنوك الاسلاميه من البنوك العامه بدات تحدد على البنوك الاسلاميه سقف اعلى لتوزيعاتها على العوائد، فقالت ما تزودش ارباحك عن الارباح الموزعه في الفائده التقليديه، ومن هنا بدات البنوك الاسلاميه تنزل بعائدها على هذا الامر. فدي نقطه فعليه وحصلت في مصر وفي كثير جدا من الدول. ده اجابه على السؤال. اتفضلي يا فندم. انا سؤالي للدكتور احمد النجار. حضرتك قلت انه في البرنامج الانتخابي للدكتور محمد مرسي كان مستهدف زياده حصه الاقتصاد الاسلامي في السوق المصريه، تمويل من 7% ل 35% في خلال 4 سنين. ايه هي الخطه الموضوعه وايه اليات تنفيذها وايه اللي حصل منها دلوقتي؟ اوكي اتفضل. ارد سريعا بالنسبه للاليات، احنا بنتكلم زي ما الدكتور وليد تفضل، احنا بنتكلم على زيادة حجم المصرف. احنا بنتكلم تمويل اسلامي، بنتكلم على مصارف اسلامية، بنتكلم على تأمين تكافلي، بنتكلم على ادوات تمويل اسلامية زي الصكوك الاسلامية وغيرها من البدائل. فاحنا بنتكلم على اطار تشريعي ينظم دخول هذه الادوات وزيادة حجمها. لو بنتكلم على البنوك الاسلاميه احنا بنتكلم على قانون او باب داخل قانون البنوك 88/2003 يوضع معامله عادله وليس تمييزيه. احنا بنتكلم برضو على عادله زي ما الاستاذ احمد سيد تفضل ان هو يعامل البنك الاسلامي وفقا لطبيعه عمله لا اكثر ولا اقل، وفي النهايه الكفاءه الاقتصاديه هي اللي تحكم. واحنا بنطمن الاستاذ اسامه، معلش انا بحاول بس اعمل المساله على قد ما اقدر بالدور. اتفضل استاذ مصطفى. سؤال واحد اذا تفضلت. معلش تفضل عشان ادي بس فرصه اكبر لان واضح ان كل الناس عندها اسئله. طيب طالما سؤال واحد، والحقيقه سؤالي للدكتور حسين، احنا عندنا مشكله حضرتك اساسيه في فكره النقد الورقي الموجود، ودي اصل الربا ودي اصل عامله مشاكل من ساعه ما انشئت، فدي محتاجة معالجة حقيقية. الجنيه المصري الورقي مرتبط بورق آخر اسمه مثلا دولار، والدولار مرتبط بحاجات سندات حكومية، مفيش أصل ثابت يرجع إليه النقد زي ما كان موجود من ساعة ما خلقت العملة الورقية من تجارة الذهب في أوروبا، وهذه المشاكل متراكمة. وأعتقد طول ما المشكلة دي ما اتحلتش في وجهة نظري هتفضل هذه المشكلة متراكمة على مستوى العالم كله في الوقت. طيب حضرتك بتتكلم عن الربط النقدي، أنا هاخد السؤال الأخير لأنه ما عنديش وقت وهنجاوب عليهم على طول. انا مهدد باعتصامات بره. سؤال للدكتور حسين، حضرتك قلت ان البنك هو هيشتري المشروع من المضارب او ايفر وهو اللي هياخد الريسك. البنك ما بيشتريش الكلام ده من فلوس الشير هولدرز بتوعه، البنك بياخد الفلوس دي من الديبوزيتورز، يبقى معنى كده الديبوزيتورز هم اللي شايلين الريسك، ودور البنك هنا هيبقى فين؟ يعني كده البنك هو كده بقى ريسك فري. كويس. طيب انا عندي دلوقتي السؤال الخاص بالربط بالنقد، لانه في نهايه الامر عندك نظام نقدي كامل وما يتعلق بدور في كلمه واحده، كلام عن النقد. النقد على كل حال بيستمد قوته كان زمان من قاعده الذهب، والذهب انتهت، لكن الان بيستمد قوته على العموم من قوه اقتصاد البلد. لكن في اتفاق ان النقد اللي موجود، والمساله ايه؟ مساله انت عندك كميه نقود وعندك كميه سلع وخدمات في المجتمع، فانت بتقسم كمية السلع والخدمات المتاعة في المجتمع على الاوراق اللي معاك دي، بيطلع نصيب كل ورقة مالية، ونصيبها مال اموال سلع وخدمات في داخل المجتمع. ومن هنا احنا ما عندناش مشكلة في الاستثمار الاسلامي. ليه؟ الاستثمار الاسلامي
انت بتاخد لما يعني مشروع عاوز تمول مشروع، انا اقسم تمويل المشروع برضو في اجابه للزميل الفاضل هنا ايضا. تمويل تمويل المشروع معناها ان البنك مباشره او المستثمرين اللي حملت الصكوك اللي دفعوا قيمه الصكوك هم اصلا بيمولوا المشروع، بمعنى بينشئوا او يطوروا المشروع باتفاق ان ياخدوا نسبه من الارباح. حقيقة أنا بكلمك عن مشاريع ب200 مليار دولار نفذت فعلا بهذا الشكل. فهو اللي بيحصل إن بيأتي حملة الصكوك، يعني إحنا بنقطة صك ونجيب التمويل بينشئ المشروع أو يطور المشروع، لكن كل اللي بنوزعه على حملة الصكوك هو نسبة متفق عليها من عائد بعد دراسة جدوى بتعد وفقا للأصول الفنية وبتكون مراجعة من. فبالتالي موضوع قاعدة النقد قيمة الورقة هي قيمة حصتها من السلع والخدمات. دور البنك، دور البنك تحديدا. أما دور 30 ثانية علشان خلاص. نعم. في 30 ثانية دور البنك معلش. أنا دور البنك له دورين. الدور الأول إنه بيتلقى ودائع. تلقي الودائع ليست دينا على البنك الإسلامي لأنها فعلا دين على البنك التقليدي. ليس دينا، المودع بيشترك مع المساهمين، والمساهمين عندهم شير هولدرز ايكويتي، حقوق المساهمين بتستثمر في وعاء واحد مع الودائع، وبعدين يعني الوعاء ده يقتسمون الربح، لهم الغن وعليهم الغرب. يعني المودعين في البنك الإسلامي يتحملون مخاطر. واحد الزملاء قال ليه ما بيخسرش البنك الاسلامي؟ فلست بنوك اسلاميه فعلا، فلس البنك والمودعين ما خدوش حاجه. وليه المودعين بياخدوا ودائع زي سعر الفايده؟ احنا حولنا مصر في الشريقه الاسلامي سنه 2002 كان البنك بيوزع 1.2 فوائد في 30 يونيو، بدا البنك الجديد في 1 يوليو وزعنا 3.5 ارباع في المدة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر، يعني 7% عائد في وقت كان سعر الفايدة 1.2. إنما كما تفضل الدكتور محمد إن البنوك المركزية أحيانا مش بس تتدخل في تحديد العائد على المودعين لحسن يشيبوا البنوك التقليدية ويروح البنوك الإسلامية، لا، تمنع البنوك الإسلامية رسميا طيب. من ان تمول دكتور حسين اي مشروع استثمار لا مضاربه ولا مشاركه. دكتور حسين، دكتور احمد النجار، دكتور احمد السيد، والاستاذ وليد شاكر. دكتور وليد شاكر بشكركم شكرا جزيلا على